اوكي نكتبوا احنا هني يوتيوب شانيل، شانيل يوتيوب هاي، ونكتبوا مثل فيديو ماركتينج، مثل نعملوا عنديش يوتيوب سبسكرايبر، يوتيوب فيديو، يوتيوب فيديو مثل حاجة داخلة في في نفس معناها الكاتيجوري ولا معناها الدومين تاع في الجيك نتاعك، تعمل سيف جيك هني مثال تاجز كونتينز اكسس اكسسيف يوز اوف تيرم يوز هذيك انت خاطر ثم شكون يحاولوا في التاجز نتاعهم لي موكلي يستعملوا نفس الكلمه عوده باش يكونوا معناها بيجيبوا ياسر ناس هذه هو يعمل لك لها مشكل. احنا مثال نحو فيديو ماركت هذه نعملوا لها مثال سبسكرايبر لحظه ولاش فيديو نوف سخطر اكبوني سوشيال سوشيال ميديا سوشيال نتورك اوكي بعد نعمل سيف اهلا اوكي كنت عدت لك خضر امورك يعني معناها راه تعدى وصفى كل شيء باه هتتسمع فيه ما بالكده ايه سافا اوكي التصوير مش مخدرش ولا حاجة واضحة لا لا مريك لا مريك باه هني في السكوب هذا ما سكوب برايسين ديما في الفيفر يعطينا اوبسيون ان احنا نقدم ونبيعوا السيرفيس نتاعنا على ثلاثة كل باك كما في الاورانج تشري مثال تليفون يقول لك باك يعطيك الباك نتاعك هنا تجي تعمل باك باك انك انت تقدم نفس السيرفيس نتاعك تقدمه في فورما اخرى مثال كانه كمثال في الشان يوتيوب هذا مثال نقولوا له هنا في الاولى مثال نقولوا احنا باك نورمال اللي هو مثل باك بيرسونال معناها نعمل لك جوست شان يوتيوب اكهو في الباك الثاني مثال نقولوا له راه نعمل لكم شان يوتيوب مثال ون ديش مثلا نصب لك فيديوهات ولا نعمل لك لها لوجو نعمل لك لها الباك جراوند هذيك مثال حاجه كل نقول احنا اكسترا معناها هنا مثلا نقول احنا بيرسونال باك هنا نقول احنا ندريش مثال مثال برو باك والاخرانية نسمها مثال بزنس باك نفس الباك هذاكم هذه التيتر تاع الباك اتنقول لكم نوريكم بعد كيفاش باش تبنى وهنا في الديسكريبسيون كل باك نتاعك تعمل لها ديسكريبسيون نتاعك لو كان هذه ثري باكجز تعملها ديزاكتيفي يولي يعطيك الحق كان في باك واحد انا جست سيرفيس كنت تبيعها في فورما واحد اما لو كان سيرفيس نتاعك انت معناها ثم احتمال معناها ثم امكانيه انك تقدمه في ياسر فورمات وبياسر صفات ماذا بيك تستعملها باك كبيره ممتازه تجيب لك اكثر مبيعات مثال احنا نعملوا السيرفيس الاول بيرسونال باك هذه تقولي له مثال قولوا له اول كرييت 1 ولا نعمل حاجه مزيانه 1 هيك يوتيوب شانل مثلا نقول احنا ان 1 اور باه صلحوا الكلام ديما ثاني مثال برو باك هذه نفسها هي هذه نعاود مثلا نقول احنا نفسها هي نعاودها اما نزيدوا لها حاجه مثال دي بلس I will design your channel logo مثال والأخرانية نزيدها أكثر your channel logo مثال and art هذه الارت اللي هي البانر بانير معروف في كل شان تلقى بانير كي تدخلوا لها مثال هذيك كانك نقول يعني كان اوبسيون معناها وكل حاجه من هنا نزيدوا لها احنا الفلوس هنا في الديليفري مثال هذه نعملها في نهار وحتى هذه مثال نجم نعملها في نهار اخير وهذه نعملها في نهاري نفس الحكايه خاطر ما تاخذش اكثر الوقت كيف كيف الريفيجنز هما الحاجات اللي الكليون عند الحق مثال يقول لك بدل لي اللوجو يقول لك بدل لي الحاجه هذه بدل لي منه نقول احنا كانه الطلبات اللي هما بالضبط هضم تغييرات واللي هما طلبات من الكليون يبدل الحاجه على خاطر الناس ما يعرفوهاش ان راهو الفيفر ماهوش كيما اللي كونت في الناس الاخرين هناك تبيع حاجه تبيع لوجو لو كان انت تقول له راه مثلا حتى ريفيجنز ممنوع من ريفيجنز زيرو اللي كل يوم ما عندش الحق يحتاج على الخدمه اللي بعثتها معناها تبعت له اللوجو مره واحده اما كي نقول هني مثال دو ولا تروا ريفيزيون
يقول لي الكليون عنده حق مثالي، يقول لي بدل اللون، بدل لي الكلمه هذه، بدل لي الشعار هذا، اعطيني اكزامبل اخر ولا ما عجبتنيش. شفتها حاجه هذيك راه ممتاز. احنا مثال في يوتيوب شانل ما عندنا ما نستحقوش خلاص ربي يجي، خاطر المعلومات كل باش يعطيها من هو، هذه ما نستحقوش يفز. مثال هنا في اللوجو، النجم هنا في اللوجو نقولوا له مثال خمسه او اربعه ريفينز، يعني نجم يبدل حاجه في حاجات شوي في اللوجو، ده مش مشكل ومش حاجه تعب لنا راهي دي بليس. ماذا بك انت الكليون يكون مرتاح معناها بالخدمه نتاعك. والبريميوم هذه ديما نحطها، مش ديما، ما جست ماذا بك تحط ليميتي معناها باش تحفز الكليون انه ياخذ. كما ترى هنا مثال هذا ما لي زوبسيون هذا راهم يتبدلوا على حسب الكاتيجوري اللي اخترتها انت الجيج نتاعك، معناها يتبدلوا حسب الكاتيجوري اللي اخترناها احنا هنا، هذه ديجيتال ماركتينغ سوشيال ميديا ماركت، تتغير حسب هذيك. وهذه حاجات الفيفر يقررها مش احنا. هني باج سيت اب ولا باج اوبتمايزن يقصد هما، انا كان لزق في الخطر كانك باش تعمل باج فيسبوك ولا باج ولا تويتر ولا جوجل بلاس، فهمتنا حاجه كوما في الامور تاع السوشيال. حني باج سيت اب محمد معناها كل واحد السبيسياليتي نتاعها دوك يعمرهم هو، الفيفر هو اللي يعطيهم، الفيفر يعطيهم لك. اوكي، وانت تقولي مثال في في البلان الاول هذه بيرسونال باج، مثال رانا ما نعملوش سيت اب للباج، نعملها كيف في الباك الثانية اللي هي دي ستاندر باك، فهمتي؟ مثال باج اوبتمايزر هذه ما نعملوهاش في الثاني، نعملها في الثالث. معناها تجي تقول انت ان الثالثه تعطي فيها ياسر حاجات، ديما تعطاها الحاجه اللي تحب تباع اكثر هي اللي تعطاها ياسر اوبسيونات بهينك، وتعطاها سوم معناها اكثر من الاخرين. كيك تولي كانك تلز الكليون تاعك باش يشراه، وديك حاجه به على خاطر تو مثال اللي يعملوا في الشان يوتيوب. مثال جينيرالمون نقول احنا يطلبوا 10 ولا 20 دولار، كي هما يقولك انك انت حاطها في الفلوس هنا، حاطها فيها نقول احنا 5 دولارات، تعجبهم يلقيك يدخلها. كي يلقوا انك هنا حاطه 5 ويلقوا اللي باك هذاما الباك الثاني ولا الثالث، يلقاها هي صحيح اغلب شوي، اما يلقوا انها فيها اوبسيونات اكثر، فيها اوبسيونات مزيانه معناها. تساعدهم الحكايه هذيك، يقول لك معناها ما نقول احنا يدوزوا ما دام الحكايه مساعدتنا خلينا معناها نستغلها الحكايه هذيك. هذه حاجه تسموها ماركتينغ في الانترنت، انك تعرف كيفاش تجبد الكليون تاعك باش يشري حاجه انت تحب تشري. اوكي، هذا هو كيما قلت لك، هذا اوبسيونات يختارهم يختارهم الفيفر، حطهم الفيفر اوتوماتيكمون على حسب الكاتيجوري اللي اخترتها انت للجيج نتاعك. تنجم تسلكسيوني وتنجم تسلكسيوني وتنجم تزيد حاجات اخرين، فنوريهم كيفاش. مثال احنا هذه مثلا ما نستحقوهاش في ثلاثه ضام، مش في استعملها. هذه السوشيال ميديا بوست، هذه لو كان باعتبارنا في اليوتيوب معناها اساس انك انت باش تهبط لك فيديو، انت تنجم في هذا تقول باش نهبط لك فيديو واحد، في هذا مثلا نهبط لك خمسه ثلاثه فيديوهات، في هذا مثلا نهبط لك خمسه فيديوهات. به معناها هو حتى بعد ما تعمل الكرياسين تاع الشين هو عنده حق في خمسه فيديوهات تصبهم له انت في يصبهم له، معناها اللي عنده اللي يبيع على السيرفيس هذا عنده الحق ان هذاك يبيع يهبط له خمسه فيديوهات في الشين تاعه. معناها تصنع له تعمل لك كرياسيون تاع باج، تعمل له لوجو وبانير وبعد وتصب له خمسه فيديوهات يقررهم كان هو ما حبش اموره، ما المهم احنا حاجه عنده الحق انه يطلب منك. باه كومبينج ديفلوبمنت، هذه حاجه داخله في الادز، هذه حمله اشهاريه للشان هذيك او للخدمه هذيك البزنس اللي خدمته له انت، خاطر تنجم تصب له فيديو وتشهروا له. هذه حاجه ما نخدموهاش في الجيجا هذه، معناها ما نعملوا له حتى شيء. مانجمنت دوريشن بار ويك، هذه معناها مثال تو نقعد جمعه كان نقول احنا اسيستونس معناها نعاونك، كان ثم حاجك ولا حاجه ماكش فاهمها نعاونك فيها. هذه مثال في الاولى نعملوها، ما عنديش مثال نعملها نون سيليكتد ولي خاطر مانيش باش نقدمها اصلا، اما في الثاني مثال نعملها جمعه، وفي الثالثه نعملها مثال جمعتين. ديما كيما قلت لكم الباك هذه برو بريميوم، ديما ماذا بيكم تعملوا لها حاجه باهيه خاطر باش نعملوا لها سوم اكثر من الاخرين، حاجات معناها مميزه على لي باك الاخرين. اوكي، نجيو مثلا هذه في البرا في البرايس، هذه ديما عندنا خمسه اقل حاجه، هذه معناها الفورم بازيك نتاع السيرفيس نتاعك. في البرايس الثاني مثلا هنا نجم تعمل 10 ولا تعمل 15، نعمل 15 مثال هنا راه تذكر انك باش نعطوه باش نعملوا له نهبطوا له ثلاثه فيديوهات وباش نعملوا له لوجو زاد على حسب الديسكريبسيون حاطينها هنا، نعملوا له الشانلز لوجو وفي نهارين الحكايه وعندك كاتر فيجن. اوكي، معناها وهذه مثال نعملها حتى 30 مش مشكل، مهمش خاطر ما يسحبوا يصرفوا باش يعملوا ياخذوا حاجه ممتازه. وكما قلت لك هذه مادام اغلى احنا باش نقدموا فيها دي زوبسيون اكثر من الاخرين، معناها الكليون ما يس... معناها ما نقول احنا مسايب ما نسيبوه كما يكون راضي على الخدمه نتاع 1000%. حتى
ثم ناس تعجبهم النجم قبل العرب، ما تدوش على الحكايه، معناها ما تدوش على الدنيا. ياسر ناس راهو النجم مش جوست انه يعمل شيء، النجم ما يفهمش، يقول لي لازم هو يحب يخدم لها اكثر، معناها هذه المانجمنت يحبها معناها اسيستونس اكثر من الوقت اللي انت قدمته له، ينجم يشري به هنا في الجيك اكسترا. هذوما لي زوبسيون اكسترا اللي تقدم انت تقدمهم للسيرفيس نتاعك. احنا السيرفيس تاعنا صحيح عاملين 3 باك نجم نبيعوه، اما كل باك هذوما حاجات ينجم هو يزيدهم لكل باك يشرح. معناها مثال في الجيك هذه اكسترا، النجم مثال يعمل اكسترا فاست، معناها يحب الجيك نتاعها تصير له في وقت اكثر، معناها في وقت اقل من الوقت اللي انت قررت الجيك نتاعك. مثال في البازيك ديجا احنا عاملينها نهار واحد، ما نجموش نعملها اكثر من اقل منها، ممنوع ديجا ما تجيش. اما مثال في الستوندار عاملينها نهارين، نجم نعملها نهار واحد ويزيدنا مثال 5 دولارات، ونقول احنا مثال 5 دولارات نحضروا لها في نهار واحد الخدمه نتاعها. في البريميوم، في باك بريميوم، في البارك بريميوم مثال نعملها هي عاملينها 3 ايام يذولي، حاطين نهارين، حاطين نعملها نهار، اما نزيدها مثال 10 دولار. معناها كي يشري منك هو البارك بريميوم ديجا يخلص 30 دولار، وكي يحبها هو في نهار واحد يزيدك 10 دولار، معناها تولي هذه تولي ب 40 دولار. فهمتوا الحكايه؟ اللي يجي اكسترا هذاما الكليون يشريهم يزيدهم على يزيدهم على الواحد، معناها على السيرفيس اللي شراه منك على الاوردر، وديزاك الفلوس كالعاده. هذا ما كلهم اوبسيونات، شفتهم الاوبسيونات اللي طاروا فيهم هذا هنا، هما ديجا كما قلت لكم على حسب الكاتيجوري اللي انت حطيت فيها الجيك نتاعك. والاوبسيونات هذاما يتحطوا هنا تختارهم انت، والا الكليون ينجم يشريهم هو بالفلوس. معناها مثال هذه مثال بيج اوبتمايزيشن، هذه مثال في الاولى هنا في الباك بازيك وستاندر ماهيش موجوده، انا نو كروشي ماناش عاملين. اما الكليون ينجم يشراها حتى لو كان هو شاري الباك بازيك، معناها هو عنده باك بازيك ويحب يزيد واحده من لي زوبسيون هذا اللي ديجا هم ماهوش موجودين في الباك بازيك. مثال في الباج اوبتمايزنج هذه نعملها 5 دولارات، لازم معناها قداش من نهار يلزمك باش تعملها؟ احنا نعملوا نهار ولا نعملوا نو سيليكت حاصل نعملوا نهار مش مشكل. به هذه معناها نقول احنا كلمه اوبتمايزنج هي اوبتمايزيشن، معناها تزيد كانك تعاون الباج نتاع، ولا تزيد لايك، ولا هذا كان في فيسبوك، ولا تزيد تجيب له في على الفيديوهات نتاعك يعني في اليوتيوب. هذه حاجات معناها ديبلي هذوما كل تنجم تزيدهم. ما ندريش بون في السيرفيس نتاعنا بالذات هذه هذوما الحاجات ما نسحقهمش اصلا، ماهوش تابعينها. كيما قلت لكم هذوما جينيرالمون على السوشيال نتورك، معناها ماركتينغ جينيرالمون شنو هم. بون نورمالمون هني ومن هاني في الامور تاع البرايسينغ، هذه برايسينغ وسكوب ومن هاني. ثم هذه جيك اكسترا لو كان لي زوبسيون تلقاهم هني ما يساعدوكش، ولا انت معناها عندك اكسترا وحاجات اخرين معناها تحب تزيدهم، تنجم تعمل هذه ادد جيك اكسترا، معناها نزيد اوبسيون اخرى للجيك نتاع. مثال هني مثال هما هني ما عندهمش ان معناها مثال نعمل انتجري ننتجري معناها الانتجريت ديال جوجل ادسنس مثال، هذه مثال اوبسيون مش حاطينها الفيفر. فهمتوا؟ هذه احنا نجم نزيدها كان اوبسيون، معناها نقولوا له اي ويل انتجريت جوجل ادسنس وذ يور معناها يوتيوب شانل، كيفاش باش فور تو ستارت ميكين ماني، معناها باش يبدا يجيب فلوس بالجوجل ادسنس، معناها هذه كان اوبسيون. خاطر هذه ثم ناس ما يعرفوهاش، وثم ناس حتى كيعرفوها ما يعرفوش يعملوها بالصحيح. تقول انت تعمل لك اوبسيون معناها اكسترا ينجم يشراها بالفلوس مهما تكون الباك نتاعها، يشري باك بازيك ولا ستوندار ولا بريميو، عنده الحق انه يشري هذه الانتجراسيون تاع الادسنس ب 5 دولارات ولا بالفلوس باي فلوس، راه مهمش فلوس تحطها كيما تحب انت، كان هو يقبلها يقبلها ما يقبلهاش كيما تحب. وهنا هذه في الامور تاع الوقت، كل اكسترا تعملها تحط لها التيتر نتاعها والديسكريبسيون والفلوس والوقت، معناها الوقت اللي باش يتزاد اللي باش يزيده لك الكليون باش تخدم الحاجه دي. هذه نعملوا نوع خاطر ما تاخذش هي حكايه دقائق معناها باش تعملها، مش ما حاجه ما تاخذش وقت خلاص. كالعاده كان عندك اكسترا اخرى معناها السيرفيس نتاعك عندك شكل اخر تقدمه ولا حاجه ولا اي حاجه ما يهمش، اي فكره ولا اي حاجه انت تبيعها معناها اكسترا للسيرفيس نتاعك، تعطيني التيتر وتحط هنا بعد نتاعك امور ثاني، معناها ثم حتى مشكل في الحاجات هذيك. باه بون هذا ما يستحقوش نفسخوه. نفسخوه. يو.
نمشي في لوطه ونعملوا كالعاده سيف. كان ثم حتى مش اي مشكله طيب تطلع حالك واحده ورا ما تعبش هكا امورنا يعني، ما ثم حتى مشكله فيه، ما ثم حتى حاجه غلطه يتعدلنا للديسكريبسيون اللي بعد اللي تاب اللي بعد سته زي ما انا سته ايتابات باش تنجم تعمل ال باه مشينا للديسكريبسيون. طب الديسكريبسيون هذه انتم تمشوا في الفيفر هنا وتكتبوا مثال يوتيوب شانل ولا يوتيوب ولا اي حاجه وتلوجوا على الجيك اللي هما يشبهوا الجيك نتاعكم، دي سيرفيس يبيعوا فيه ناس اخرين يشبهوا السيرفيس نتاعكم، والا معناها فيهم داخله فيهم السيرفيس نتاعكم. تقول انتم تهزوا جوست البارتي ديسكريبسيون ولا الفقره ولا الجمل اللي انتم تراها معناها توصف السيرفيس نتاعكم، فشي كوبي كليه وتمشوا للجوجل جوجل ترانسليت ولا حاجه وتصبوا فيه معناها هذاك تعملوا له كوبي كليه تعملوا فيه نقولوا يعني تحطوا فيه شنو يا رب الباراجراف معناها هذيك الباراجراف هذيك تحطها باش السيرفيس نتاعكم ماذا بيك بالانجليزي راهو ديما ماذا بيك بالانجليزي معناها حتى عالميا الانجليزي راه الناس تكون مستعفين بها معناها مش في مصلحتك انك تكتبها بالعربي ولا بالفرنسي راك تنجم تلقى مهما اللغه تكتب فيها راك تنجم تلقى لغه معناها تلقى لغه على الواحد تلقاها اللغه نتاعك معناها على الفيفا اما راهي مش سهله معناها باش تلقى اي واحد يفهمها. طب مثال شفتوه هذه يا ربي وانا هذه شو اسمه اكستنسيون في الكروم اكستنسيون في الكروم اسمها جرامارلي فور كروم هذا يصلح لك اوتوماتيكمون الواحد نتاعك يصلح اوتوماتيكمون يصلح لك الجرامير نتاع الانجلي حاجه ممتازه ممتازه بالكدي بالكدي انا بعث لكم في الشات هنا راهي حاجه ممتازه وتعاون الناس كل تعاونها على خاطر هي في نفس الوقت تصلح لك اللي زون معناها الجرامير الكلام الغلط حتى كان حتى لو كنت ثم معناها نقول احنا فيرب مصرف الغلط ولا حاجه يصلح لك اوتوماتيكمون حتى تعرفها راه ممتازه ياسري انا حطيت لكم في اليان في الشات وكتبها وتقولوا لها وصبها في الواحد تنبطها على الجروب زيد حتى نشوف الجرامير مثلا يخدم هنا لحظه بقى نمشي مثلا احنا هنا نمشوا لجوجل ترانسليت هذا نقول اي جمله هنا هنا محضرها الديسكريبشن باش نعملها حضرها هنا باش نربح الوقت الديسكريبسيون هذيك انت تهزها وتكون لها في الديسكريبسيون هذي في البلاصه هذي هذه راه الديسكريبسيون هنا يطلبها منك الفيفا كما تروا هنا الفيفا عندها عندك ليميت نتاع 1200 كاركتير باش توصف به الجيك نتاعك ما عندكش الحق تفوتها عندك الحق تعمل اقل كما تحب حتى كان تعمل جمله اما ما عندكش الحق تفوت 200 و 1200 في هذه في السباس هذا تاع تكست تعمل تنجم مثال تنجم مثال تعمل التيتر هذا نقول احنا تعمله بالقراء في هو دي مثال تاعنا اونغرا تيتر تاعك يولي اونغرا ان مثال تحب يجبد معناها يجبد الناس ولا اي حاجه هذه حاجه معناها بسيطه فيزيال تعمل ترد اونغرا تعملها الاصفر هذا معناها يولي كالهايلايت بالانجلي مثال الحاجات هذوما كل هذوما ثلاثه مثال نعملوهم نيمورتين معناها من الان للتروا مثال نعملوهم مربع ولا اي حاجه هذيك الحاجات الكل انت تزيدها للديسكريبسيون تاعك هي دي بليس معناها تعاونك في الامور اللي انا كان حاجه فيزيال باهي ميزون باج حاجه كيما بالضبط اوكي باهي وكيما قلت لكم الديسكريبسيون هذه ماذا بيك تحط توصف السيرفيس بتاعك توصفه اكثر ما تنجم وكان عندك اونلاين بورتفوليو معناها عندك سيت على الانترنت حاط فيه الاكزومبل نتاعك راك تنجم تحط اللين نتاعك هنا ثم حتى مش معناها الفيفر ثم صحيح ثم مواقع ما يخليكش تحط لياناتها اما اغلب المواقع يخليك تحط هاك اللي نقول احنا المواقع المشهوره المواقع العالميه مش اي موقع معناها نبورتي ثم مواقع عالميه تنعطيها لكم الليست هو عندها الفيفر يخليك تحط اللين نتاعك غادي انت تنجم مثال سيرفيس نتاعك تنجم مثال توصفه بالتصاور وتحط فيه سر التصاور التصاور هذاك تحطه في الاونلاين بورتفوليو هذا وتحط فيه الوحده نتاعك تحط فيه الخدمه نتاعك معناها هذيك راهي حاجه ما راهي حاجه ممتازه ياسر ياسر اوكي باه اوكي ان شاء الله كنت سجلها انا بك مسجل مش مشكله مش مشكله عندك كوبي هنا اوكي بعد ما تقيدوا بعد الديسكريبسيون كما قلت لكم
تشوفوا بيجي اخرين ايش بو الديسكريبسيون تاعك وتعملها تدخل في حكايه هذيف فرانك تري اسك كويشن هذا ما الكليون كانه هي معناها صناعه على الانترنت هما الاسئله المتداوله اكثر معناها اللي يسال اسئله يسالوا فيها الكليونات انت تحط هني اوتوماتيكمون وتعطيها الاجابه مكرر معناها هني مثال يقول لي هو هني مثال يكتب لك نقول احنا مديش مثال نقول هني هاو لونج ات ويل تيك معناها قداش باش تاخذ وقت باش تعمل لي الشين تاع اليوتيوب نتاعك تقول انت مثال ات ويل تيكس نقول احنا 1 اور هذا راه نقول اكزومبليت تنجم تزيد ان شاء الله حتى 20 حاجه وبيان سي ديما عندك ليميت في الكاركتير 300 كاركتير باش توصل باش تجاوب على الحاجه نتاعك هذه شفت هنا الجرامر اللي هاو شفت صلحها لي كادمي قال لي راه انكوريكت فيرب من الوحده معناها الفيرب نتاع الفيرب هذا معناها صرفته بطريقه غلط صلح لك اوتوماتيكمون راه ممتاز ممتاز ما فهمش كيف مثال احنا ماناك عملنا الديسكريبسيون انا حطيناه هنا ديما الايقونه هذه نتاع الجرامارلي كي تنزل عليها يحلك هو فيناتر اخرى الفيناتر هذه حط لك هو كان ثم غلطه ولا حاجه يعملها لك على اليمين كما تروني من الاي مثال لازم تكون موجسكي انا صلحها لي بعد تنزل على هذه ترجع يصلح لكم التكست هذا يصلح بعد تعمل انت هنا كوبي هو راه ديجا يصلح لك حتى هنا طول فيفر مش لازم تمشي للجوجل نجي لهنا مثال وانا عملته امورك لو كاني نغلط في حاجه هو ديريكت يعطيني الغلطه معنا ديريكت شفتوه هنا انت تجي تعمل سباس ويبدا يسكاني والغلطه طول صلحها لك طلع لك كل بوب اب هذه تنزل عليه يصلحها لك امورنا الديسكريبسيون تاع الجيج نتاعنا صحيح نعمل سيف نتعدى كونتيني للريكويرمنتس تو الريكويرمنتس هما الحاجات اللي انت تطلبهم من الكليون تاعك معناها انت ماذا بيك الكليون تاعك يقدمهم لك باش السيرفيس نتاعك يبدا يخدم هذه انت هنا مثال ماشي حاجه كبيره ياس جست تقول له مثال جيف مي يور جيميل لوج ان انفورميشن معناها خطر لازمنا جيميل باش نعملوا الكونت باش نعملوا شين يوتيوب دي حاجه واحده معناها انفورميشن دي معناها اللي نقولوا احنا اليوزر والباست اوكي بعد هذا ما اكزامبل لازم الجيميل الحمد لله لازم الجيميل هي بيان سي خاطر لا مش هو بالذات خاطر اليوتيوب انت عامل كم كونت جيميل هذاك ما يخليكش تعمل حاجه اخرى معناها كي تبدا سبيسياليتي اخرى معناها تنجم نورمال هذيك سبيسياليتي اخرى انت تسحقي حاجه اخرى تسحق هذه راه في هذا راه سباس تكست معناتها تنجم تقول له تنجم تقول له مثال اعطيني كيما انتم في السيرفيس اللي حكيت لي عليه مره فاتت تنجم هنا معناها تقول له مثال اعطيني معلومات عليك انت عمرك وزنك طولك حاجات كيما هذه تصل وطرف هذه هنا تعملوا هذه انسر از ماندرتوري معناها الاجابه اجباريه معناها الكليون بالصفه عليه لازم يعطي اجابه فما حاجات انت ما تنجمش تعملها كما يعملك الكليون لازم منها معناها هنا ماذا بيا الكليون لازم تسيب والتيب نتاع الاجابه هو يعطيك تكست هو معناها يكتب لك تكست ولا يعمل سيليكسيوني معناها الحاجه كيما هذه معناها نجم يقول اي دونت هاف ولا يقول لك مثال كرييت وان فور مي هذا ما نقول احنا عرفتوا كيما الكروشو كيما هذا تعرف فيه مني الكروش هذا تعطي معناها التيب نتاع التيب نتاع الريبونس نتاعها تكون هذه هذه تنجم مثال تقول له ما ادريش تقول له ديجا عندك كونت جيميل ولا ما عندكش مثال يقول لك هو يس اور نو والا اتاتش فايل اتاتش فايل هذه مثال تقول له كي هو يحب يعمل لوجو في واحده نتاعه تقول له مثال جيف مي يور لوجو يقول لي هو دي اتاتش فايل هو كي ينزل عليها هذه يختار تصويره من البيسي نتاع الفيفر يبعثها لك انت احنا باش نعملها فري تكست خاطر باش يبعث لنا تكست تعمل هنا بيان سور كيما اف اوكي هذه اف اي كي هذه حتى تنجم تعمل انذر ريكويرمنت فهمت وتنجم تعمل قد ما تحب الريكويرمنت اي حاجه تحقق من الكليون تعمل كل عاده نعمله سيف وكونتيني ومناني تو دي بريسك اخر ايتاب باش نعملها اللي هي الجاليوري الجاليوري هذه تختار تصويره من التصويره نتاع الجاليوري نتاعك توصف السيرفيس نتاعك مثلا هنا نختار نمشي مثلا هنا عندي نمشي مثلا هنا للاسم نتاعي هنا ندخل
نمشي لفيفا الكيك تنباي بون هذه وني مسجلها من الحكاية ومن بعد نمشي نختار هذه يوتيوب نعمل يوتيوب اوكي بعد ما سجل الكور يعطيك هنا يقول لك راه منقب كان الفورما هذا نتاع التصاور وبال بالديمونسيون هذه وتمرنا هذه اخر ايتاب هذه تو نعملوا سيف وكونتينيو وكو ببليش هذه ان الجيك نتاعك تولي ببليش اونلاين الناس كل يجمع يراها ولي تو باش نعملها تو ها اكو هيك كيفاش نجم تعمل جيك نوفو جيك في معنا في الفيلم تم ياسر حاجات اخرين صحيح نجم معنا معقدين اكثر خاطر حسب السبيسياليتي اللي تختارها انت تم ياسر حاجات معنا ما لازم تتبدل تولي كوستيميزي نقولوا احنا رقم كل انت بعد بالممارسه بالوقت معنا بالتجربه تولي تعرف ايش تستغله كيما الاكسترا وياسر حاجات نجم تستغلهم في برشا حاجات نعمل مثال تو نمشي هنا ونعمل بريفيو حبنا راي الجيك نتاعنا في الفيفر الناس الكل معنا كيفاش قاعدين يعرفوا وهذه كيفاش يسني يعرفها هذه التيتر هذه الكاتيجوري نتاعها هذه التصويره نجم كيما مرتواج بك نجم تزيد ثلاثه تصاور ماكسيموم معناها نجم تزيد اكزاكت بالضبط وهذا ما اللي واحد اللي باك هذه باك بازيك باك ستاندار والبريميوم هنا هذا ما الوقت هذه الريفيزيون انت الريفيجنز انت معناها عاطيهم للكليون هذا التيتر نتاع الباك وهذه ديسكريبسيون كان بكري نقيدوا فيهم شفتوهم هذا ما تلقوهم هنا وهذا ما ليزكسترا اللي انت قدمهم للواحد نتاعك بطلنا حصير هذه مثل باك الاول الثاني الثالث شفتوهم هكا بكري نختاروا فيهم احنا نكروشوا فيهم تو في الفيبر يطلعهم لهم هنا هذا ما اوبسيونات ويعملهم لهم هنا كتبني خضره معنا في الباك الثاني برو باك الباج سيت اب موجود هنا مش موجود يعني مثل المناديه الاسيستونس جمعه واحده جمعتين شفتهم الحاجات هذا مقول انت تزيدهم كما تحب هني الوقت زاد الديليفري هذا ديليفرو في نهارين لو كان هو يحبها في نهار واحد يزيد $5 شفتها معناها نجم انت تختار كما تحب انت بون بيان سور هني كي تولي كليون الكليون يراه هني اوردر ناو اما احنا باعتبارنا احنا مالكين الميك ملكنا معناها الاوردر الجيج هذه نجم تعمل موديفيكاسيون بالضبط كينزل هني طول يهزنا الموديفيكاسيون اكزاكتومون هذيك العاده كما قلت لكم بكري الديسكريبسيون تاعنا كما قلت لكم تنجموا تعملوها كنيموريتي من الان معناها 1 2 3 4 ولا تعملها بالفوانات هذيك معناها كي انت تولي عندك ليست نتاعها تاع حاجات والمميزات اللي نتاعك حاجات فيزيال معناها ميزم تكست معناها تعرضها مزيانه شويه الخدمه نتاعك هذيك راهي باهي وثم هذه مثل فرونج اسكت كوشن اللي هما مثل اكل السوايق قلت لكم عليه هني هذا ما اسئله كما قلت لكم تنجم تزيدوا كما تحبوا انت وهذا ما لي تاجز اللي هما الموكلين تاع الجيج نتاعك انت اللي حطيناهم احنا بكري هني نلقوهم هني وهذا ما لي جيج تبعينك انت فهمتني اللي معناها انتم تشوفوا به فاز ان كل واحد يدخل للجيج نتاعكم راهو ينجم احتمال كبير انه يدخل للجيج الاخرين فهمتوا معناها هذه حاجه باهي ياسر هذه مثل الجيج نتاعي على البرزنتاسيون باوربوينت كما تروني مثلا عندي 17 فيدباك وانا ناس فيدباك على الخدمه تاعيني هذه التصويره مثال نجم تروا هنا زاد ان ثم تصويره اخرى اللي هي هذه زاد خاطر عندي حق نحط اكثر من ثلاثه تصاور هذه تصور به اسمعوا بعد شوي تعاودوا ارجعوا للجروب اطلع نحط لكم لينك اخر باش نعملوا كونفرنس اخرى خاطر البروغرام نخليني نعمل كان 40 دقيقه ماكسيموم حتى باش قص بعد شويه تلقوا لي اخر جست ارجعوا واللي يقولوا نفس اللي عاد يحلوه ولا كيف حصل به كيما تروا هنا باعتبار اني نخدم هنا في الباوربوينت ثم اوبسيونات اخرين مش كيما الاوبسيونات كنا نخدموا فيهم شفتوا حسب الكاتيجوري معنا هذا ما كل كي العاده نقسمهم بالضبط حسب السبيسياليتي حتى